الحصاد من قناة الغد بالقاهرة أهلا بكم ونبدأ بالعناوين الدبيبة يتعهد بإجراء الانتخابات قريبا في ليبيا وبشأغا يتهمه بتمويل الميليشيات صالح والكاظمي يشددان على أهمية الحوار لحل الأزمة السياسية في العراق اسرائيل تطالب الاداره الامريكيه بوضع التهديد العسكري على طاوله المفاوضات النوويه مع ايران قال رئيس حكومه الوحده الوطنيه المنتهيه ولايتها عبد الحميد البيبه ان مشروع التمديد لمن وصفهم بالجاثمين على صدور الليبيين منذ عشر سنوات قد انتهى وان حلم الانتخابات قد اقترب اليوم أقول الليبيين إن مشروع التمديد الجاثمين على صدوركم منذ عشر سنوات قد انتهى وإن حلم الانتخابات قد اقترب أكثر فأكثر إن الديمقراطية في ليبيا لم تتحقق حتى اليوم لأن الديمقراطية ليست يوم الانتخابات ولكنها يوم التجديد يوم الحساب يوم التجديد لمن أحسن والعزل لمن أخطأ من جهتي حمل رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي بشأغا حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها مسؤولية ضحايا الاشتباكات في طرابلس واصفا الجماعات المسلحة التي تأتمر باسم الدبيبة بالإجرامية وأضاف بشأغا في بيان له بأن الدبيبة استغل وما زال يستغل موارد الدولة الليبية ومقدراتها لتشكيل ودعم مجموعات مسلحه ترسخ حكمه بمنطق القوه والامر الواقع وهو يؤسس لدوله ديكتاتوريه مستبده على حد تعبيره ادى ودع ستيفان دوجريك المتحدث الرسمي للامين العام للامم المتحده الاطراف كافه في ليبيا الى الوقف الفوري للعنف في طرابلس وقال دوجريك ان الامم المتحده تحث الاطراف الليبيه على الدخول في حوار حقيقي لمعالجه المازق السياسي الحالي وعدم استخدام القوة لحل خلافاتهم ودعا الأطراف أيضا إلى حماية المدنيين والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها زيادة حدة التوتر وتعميق الانقسامات ينضم إلينا من بني غازي دكتور ميلاد الجمالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني غازي دكتور ميلاد في خطاب السيد الديبة أكثر كلمة تكررت في هذا الخطاب هي كلمة الانتخابات أي انتخابات يتحدث عنها؟ مرحبا بك سيدي كريم ومرحبا بمشاهديك الكرام الحقيقة كلمة الانتخابات التي تكررت في خطاب السيد بيبة لا استطيع أن أشبهها إلا بكلمة حق أريد بها باطل الحقيقة أن حكومة السيد بيبة دابت على الحديث على الانتخابات والذهاب إلى الانتخابات ولكن ظلت هذه الكلمات دائما في دائرة التنظير أما دائرة الفعل والتأثير مختلفة كليه عن ما يقوله رئيس الحكومه وما يصرح فيه بالعديد من لقاءاته أه لا توجد الحقيقه ارضيه ولا توجد النيه أه لدى حكومه الحكومه المنتهيه ولايتها في الذهاب الى الانتخابات بدليل ان في الاستحقاق الانتخابي اللي كان في 14 ديسمبر أه كانت هناك ظروف مهيئه اكثر من الان الى الذهاب الى الانتخابات وتحقيق هذا الاستحقاق وكانت هناك أه المراكز ومراكز الاقتراع جاهزه وكل الاطراف وكانت المفوضيه العليا للانتخابات جاهزه هي الاخرى لكن كانت العراقيل تاتي من حكومه دبيبه نفسها يعني من يعني تدخل بشكل سافر في الانتخابات ومن هدد بايقاف الانتخابات ومن تحدث على عدم وجود بيئه في ذلك الوقت مناسبه لاجراء الانتخابات ومن ادخل نفسه في السباق الانتخابي عنوه وفرض نفسه وسبب يعني اشكاليات كثيره هو من يتحدث اليوم عن الذهاب الى الانتخابات فعن اي انتخابات يتحدث وهو من م. كان سبب أساسي ومباشر في تعطيل هذه الانتخابات في فترة سابقة نعم سنة. نعم نرحب بانضمام دكتور سامي الأطرش أكاديمي وباحث سياسي ينضم إلينا من طرابلس دكتور سامي كان هناك أيضا بالإضافة لخطاب السيد الديبة كان هناك كلمة مكتوبة للسيد فتحي بشآغة تحدث في هذه الكلمة وكأنه ليس له أي علاقة بما حدث في طرابلس كيف فهمت ما جاء في مضمون هذه الكلمة؟ نعم بداية تحية لحضرتك وإذا عدتكم مشاهديكم وضيفك الكريم من غازي الدكتور الفاضل الحقيقة قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أقول أن القصة ليست من الشخصية التي تدعو للانتخابات ومدى مصداقيتها أنا أتفق مع الدكتور بالفعل أن المناخ السياسي في ليبيا لم يكن مهيئا ولكن المسؤولين على عدم تهيئة المناخ هم أكثر بكثير من أي حكومة أو مسؤول بما فيها حكومة الوحدة الوطنية لأن هنا البرلمان مسؤول مجلس الدولة مسؤول القضاء الليبي مسؤول مجلس الدولة أيضا مجلس الدولة آسف نقصد مجلس القضاء الاعلى مسؤول مقاومية مسؤوله نعم. والجميع يعتبروا مسؤولين على اسداد المشهد الانتخابي لان هناك متطلبات هناك ان نبدا في عمليه تسمى عمليه انتخابيه نزيهه حياديه شفافه فالجميع لم يكونوا صادقين وما زالوا الى هذه اللحظه غير صادقين في تشريعاتهم وفي اجهزتهم اللي قائمه، اما بالعوده لسؤال حضرتك فبالتاكيد يعني هذه الحكومه التي جاءت وليده لجسم غير شرعي على الاطلاق هي ايضا تعتبر مسؤوله الحقيقه على كل ما يحدث منذ فتره طويله منذ ان اعلن على هذه الحكومه لان هي نفسها اعاقت السير نحو اختبار النوايا لكل هذه الاجسام التي تدعي الانتخابات ولكن بخروج هذا الجسم عطل واعاق وساعد وسهل لكل من كان يدعي انه يريد الانتخابات فكان من الحكمه الحقيقه ان لا تخرج حكومه حتى نستطيع ان نختبر كل الشخصيات السياسيه التي تزايد بمشروع الانتخابات في ليبيا فهو الحل. وما زالت هذه المزايدات مستمره نعم. الى حتى الخطاب الاخير للسيد البيبة والذي هو يعلم تماما انه لا يمكن اجراء انتخابات ولكنها الورقه التي يريد الجميع ان يسمعها. نعم. طيب نعود الى بني غازي، دكتور ميلاد كيف ستغير المعارك التي حدثت في طرابلس المشهد السياسي الليبي انا اعتقد ان المشهد لن يتغير كثيرا عن سابقه لان حدثت الكثير من الصدامات بين الميليشيات داخل طرابلس وهي دائما ما تكون صدامات اعاده توازن داخل العاصمه وتاتي على سبيل المغالبه وانت تعرف ان فصيل ما يسمى بدعم الاستقرار و آه الثلاث سبعات اللي هو آه الامر بتاع هيثم التجوري في السابق كانوا يعني آه في فصيل واحد وهم كانوا يعني يتبعوا للحكومه الحكومه المنتهيه ولايتها الموجوده في طرابلس وهذا يدل على ان آه يعني آه الميليشيات تفرض سياسه الامر الواقع في العاصمه و وهي من تحدد الشروط وهي من تضع الخطوط الحمراء اما الـ الـ الحكومه فنحن نسميها يعني عندنا في السياسة هناك حكومة رسمية وهناك حكومة فعلية أو سلطة رسمية وسلطة فعلية السلطة الفعلية في يد الميليشيات في يد غنيوة وفي يد التجوري وفي يد في يد من يحكم السلاح في طرابلس أما السلطة الرسمية فهي ما رأيتها منذ قليل تعبر عن الشجب وعن وكانت متمثلة في رئيس الحكومة المتهية ولايته وهي تمثل دائما خطابات ودائما يعني تصريحات فضفاضه وجوفاء م. ولا تعبر عن عمق الازمه يعني عندنا نحن ثلاثين مواطن في طرابلس في عاصمتنا كانوا ضحية هذا الصدام ولم نجد أي من النائب العام أو الأسام اللي موجودة على الأقل في ليبيا تدين بشكل حقيقي يعني مش الإدانة اللي نسمعوها من الخارج إدانات فضفاضة وإدانات الحقيقة لا تعبر عن عمق هذه المأساة يعني 30 مواطن راحوا ضحية هذا الاقتتال ثم يخرج علينا السيد رئيس الحكومة ليدغدغ مشاعرنا ببعض الكلمات الرنانة وببعض الشعور بالأسف والأسى على ما حدث في طرابلس، ما حدث في طرابلس يمكن ان يرتقي الى مزرة يعني حدثت مزرة، 30 شخص بينهم في فنان في فنان شاب كان ضحية هذا الاقتتال، في اطفال كانوا ضحية هذا الاقتتال، يعني وترويع الاهالي وفي مؤسسات تم حرقها، ثم يظهر علينا السيد رئيس الحكومة يدين ويقول سنذهب الى التعويض وجبر الضرر، جبر الضرر لا يكون بهذه الطريقة، جبر الضرر بتقديم الجناء إلى المحاكم، أنا أتمنى من وأوصل صوتي من خلال من خلال منبركم هذا إلى النائب العام ضرورة أن يتحرك وضرورة أن تتحرك الأجسام بشكل حقيقي لا بشكل تصريحات فضفاضة ويعني أنا أستغرب حتى العديد من القنوات الليبية الحقيقة غضت الطرف عن هذه الجريمة لم أرى حتى إشارة حداد لهذه المأساة لهذا لهؤلاء الأبرياء الذين راحوا ضحية هذا الصدام وهذا الاقتتال وهذا الصراع لا. على السلطة أين هي المواطنة أين هي المواطنة الحقيقية الحقيقة م. وهذا شيء مؤسف يعني هنا أن نحن نصل لهذا المستوى ولهذا التدني هذه دماء تسفك يعني وهناك من مسؤولين والمسؤولين قاعدين يعني المسؤولين على هذه الجريمه قاعدين يعني يعني الناس كلها شافتهم وعرفتهم وعرفت ان المسؤول الحقيقي هو رئيس الحكومه اللي موجود في طرابلس واللي على هذه على هذه الماساه وعلى هذه المصدر انا اضعها نسمي الاشياء بمسماتها ما حدثت هي مصدرة قتل فيها ابرياء وراح ضحيتها وناس مساكين لا ذنب لهم اطفال صغار شفناهم مروعين في عبر طيب. وعبر عبر نعم. الفيديوهات مروعين ويختبون في الشوارع وفي الازقه ما ذنب هؤلاء انا طيب. اريد ان اسال رئيس الحكومه الذي خرج علينا الان يحاول ان يطف يلملم الجراح ما ذنب هؤلاء واين واين هو المتهم الحقيقي في هذه فيما حدث في طرابلس طيب يعني ما إلى طرابلس والله دكتور جهات تحاول الانقلاب نعم. على الحكومه نعم نذهب إلى دكتور سامي في طرابلس دكتور سامي من ضمن ما جاء أيضا في كلمة السيد الديبة بأن مشروع التمديد قد انتهى ما الذي كان يقصده السيد الديبة بمشروع التمديد لا, لا أعلم الحقيقة ماذا يقصد بهذا الحقيقة لكن أنا نعتقد أن اللي أكثر أهمية السؤال اللي يجب أن يطرح أن جميع أنحاء ليبيا شرقا وغربا وجنوبا الحقيقه كلها خارج نطاق السيطره، هي خارج نطاق دوله القانون والمؤسسات، يعني انا استغرب من الدكتور ان يصف وكان طرابلس العاصمه هي فقط من تعاني من الخروج على القانون وحكم القوى العسكريه الميليشياويه، بينما في الشرق الليبي هناك ايضا يعني نفس نفس الاعراض موجوده ونفس الاوضاع موجوده القتل والارهاب وال وال وكذا وكذا يعني كل السلبيات موجوده في جميع مناطق ليبيا، نحن نريد الخطاب ان يكون خطاب بدون يعني ازدواجيه في المعايير خاصه ونحن رجال قانون او ندعي اننا رجال قانون، نحن لا نقول ان ما يحدث في العاصمه هو يعني يمت الى دوله القانون والمؤسسات بصلة ولكن ايضا بالمقابل من ينقلب على الدستور، من يهاجم مدن اخرى، من يسيطر، من يوظف الميليشيات ايضا في الشرق الليبي للقتل والارهاب، هذا ايضا من يعتدي على العاصمه بقوة <applause> مسلحه هو ايضا مجرم حرب، من يقتل في ترهونة الابرياء ويدفنهم احياء او كذا، من ياوي المجرمين من الكاميات والمنطقة الشرقيه هو ايضا يجب ان يقدم للمحاكمه، وبالتالي نحن يجب ان نتحدث على ان الدوله الليبيه ككل هي الحقيقه هي خارج نطاق محطم محطم لكن محطم دكتور سامي هذه الكلمات لا. وهذا الحديث يدور منذ ما يقرب من ثماني سنوات في ليبيا لم يحدث أي تطور أو أي تحقيق للتقدم من خلال المحادثات والمفاوضات التي عقدت تقريبا في أغلب العواصم العربية وانتقلت إلى العواصم الأوروبية لم يحدث أي تقدم؟ صحيح للأسف الشديد لم يحدث أي تقدم وأنا نعتقد أن فاقد الشيء لا يعطيه يعني إلى أن يصل من يؤمنون بهذه المبادئ والقيم دولة القانون والمؤسسات واحترام الحقوق وسياسة القانون وال... و... و... يعني حتى مفهوم تداول على السلطة يعني أنا أستغرب يعني برلمان يريد ان يبقى من 2015 يعني اذا كانوا بنحترموا القانون والدستور هناك مواعيد وهناك مدد يجب ان يحترمها المسؤول ولكن مبدا التداول على السلطه للاسف الشديد غير مطبق يتحدثون على الديمقراطيه وعلى قيمها ومفاهيمها ولكن نعم. على ارض الواقع الجميع يعني ملتصق يكون يعني ملتصق بالكرسي السلطه وبالتالي طالما نحن زلنا بعيدين ونستغل هذه المواقع وهذه الاصطلاحات الدستوريه من اجل البقاء في السلطه لن تكون قائمه لهذا الوطن لابد ان نفهم هذه المصطلحات واذا ما فهمنا نستعين باهل الخبره لنقول لهم ماذا يعني بكلمه او اصطلاح تداول على السلطه يعني اذا ينتهي موعدك يجب ان تقدم استقالتك وتخرج ولكن الجميع مصر على البقاء في الكرسي باي باي ثمن كان وما باي تحالفات كانت وباي واقع كان وباي حاله ممكنه وهذا لا يبني دوله يعني طيب. نقطه البدايه خطا لا. عندنا فما نقدرش انا ما يحدث في الغرب الليبي دون ان اقيسها مع الشرق مع الجنوب نعم هذه وحده واحده هذه دوله واحده فالجميع الجميع مسؤولين الاخرى النقطه الاخرى لو سمحت تفضل يعني ما يحدث في العاصمه طرابلس امس حدث قبله عده مشاهد راينا نحن عدوان في 2019 الذي محرم حياته الاف مؤلفه وتم الدمار وتم توظيف واستعانه بالفاجنر واستعانه ب هو أجنبية للعدوان على العاصمة، أين نحن من هذا من هذا التقييد؟ لابد يعني أن يكون هناك معايير ثابتة ومحصورة ومحددة لنا جميعاً تنبط الإيقاع، ولكن لا يمكن أن نتعامل بالزوالية في المعايير لأننا أن سنفقد المصداقية، وبالتالي أنا أقول أن الدولة الليبية إذا كان هناك دولة بالفعل من الناحية الدستورية وليس من ناحية أمر واقع على الخريطة في العالم، يجب أن تعيد النظر في كل هذه المنظومة لانها لا تنتمي الى دوله قانون ولا الى مؤسسات ولا الى قواعد دستوريه حقيقيه، وبالتالي هم مرتبكين في كل نقاشاتهم حتى مع دول العالم التي تريد ان تمد يد العون، هم عاجزين، يعني اجتماعات القاهره، <applause> اجتماعات الغرفة، اجتماعات، <applause> <applause> اجتماعات اجتماعات روما، اجتماعات سويسرا الى اخره، كلها فاشله. لانها لم توظف معاييرها. <applause> المعايير هي الطريقة الوحيدة لبناء دولة صحيحة على اساس من العدالة والقانون، غير هذا الكلام انا نعتقد انه نقل دون دون جدوى يعني لا طيب نذهب الى بني غازي دكتور ميلاد، كيف يمكن ان يحدث تداول للسلطة وانتخابات واعمال الفكر الديمقراطي وفكر ان يكون هناك دولة في ظل هذا الكم من الميليشيات التي يتم الانفاق عليها من مصادر الدولة. أولا أنا أحب أن أقول أني دائما ألتزم لغة الحياد وأني دائما عندما أتحدث عن الأزمة الليبية أتحدث عنها بكل شفافية وبكل وضوح ولا أذهب إلى أقصى اليمين ولا أذهب إلى إلى أقصى اليسار. اجترار الماضي وكيل التهم واتهام طرف دون طرف اخر او توظيف مشهديه لان هناك ما حدث في الماضي او ما حدث كذا لنبرر ما حدث بالامس في طرابلس، الحقيقه هذا هو ما يخالف ويجانب الموضوعيه، الموضوعيه تتطلب منا ان نحن نقول لكل من اساء انه مسيء، دون ان نحن نذهب بنوع من يعني وضع كيف ما نقول الاشياء الملفقه او الاشياء الغير واضحه والتي م. لم يتم الحقيقه و... اللي حدث امس كان واضح للعيان، وواضح الفصائل والميليشيات التي كانت تتصارع هي ميليشيه دعم الاستقرار وميليشيه الثلاث سبعات، معروف الميليشيا هذه لمن تتبع تتبع للحكومه وهي من اذرع الحكومه، وانا استغرب حتى في خطاب السيد دبيبه انه قال ان هذه كلفنا وزاره الدفاع باخراج كل المعسكرات من المدينة هل يستطيع السيد دبيبة أو وزير دفاعه بأن يخرج القوات المتواجدة ضمن ما يسمى بميليشيا الدعم للاستقرار اللي أمرها هو السيد هذا هو الأغنيوة هل يستطيع أن يتحرك حتى ولو قيد أملة باتجاهها واخراجها خارج العاصمه، يعني لماذا نضحك عن ال... نقول نتكلم بكلام غير منطقي وغير موضوعي والغرض منا الضحك على الذقون والمشي في اللا معقول، يعني لما نتكلم يجب ان نحن نتلمس الواقع ونفترش ارضيه الحقيقه ونتكلم بشكل واضح، اللي حدث بامس كانت مصدره و... ولا احد يقول انها ما هيش مصدره، راح ضحيتها وناس والاعلام شاهد الحمد لله الان التاريخ له ذاكره مرئيه، يعني ما هو شيء مكتوب او شيء يقال بالعنعنه او بالتحديث، هذا شيء شاهدوه المواطنين وشاهدوه الناس فلماذا لماذا نغطي يعني الحقيقة يعني وهي واضحة يعني للعيان. ما ما تحدثت عنه الحقيقة التداول لن يكون هناك تداول حقيقي للسلطة طالما لا توجد سلطات حاكمة في البلاد وطالما أن هناك هذا الانقسام وطالما أن هناك هذا الاحتراب وما يزيد من الأمر سوء هو كما قلت لك سياسة الأمر الواقع اللي تفرضها الميليشيات لا يمكن وأنا استغربت بالأمس سماع التصريح للسيد رئيس المفوضيه العليا للانتخابات يقول ان القوه القاهره قد قد رفعت وهناك امكانيه للذهاب للانتخابات وكان الميليشيات جاءت لترد على هذا التصريح وتقول له نحن ما زلنا موجودين في الـ في الـ على, الـ على الارض ونحن ما زلنا نعبث ونقتل وهناك من حتى موجود يشرع لنا هذا الشيء ويدافع عنا حتى عن طريق القنوات الاعلاميه ويبيح لنا هذا الشيء ويشتر الماضي في سبيل ان يعني يقول ان هنا يعني الشيء بالشيء يذكر وهذا شيء طبعا مغالطة كبيرة فاللي بيقول لك أن مسألة التداول على نعم. السلطة يريد دولة مستقرة يريد دولة مؤسسات نعم. يريد دولة الحقيقة فيها أرضية خصبة لوجود مناخ انتخابي حقيقي مناخ لا, لا تسيطر عليه جهة ولا تقود شيئا ولا يعمم ولا يفرض من قبل أجندة خارجية نعم. ويكون فيه ناس وطنيين حقيقيين هدفهم هو الوصول بالمواطن للارتقاء به لإخراج من هذا النفق المظلم، هذه هي الحقيقه التي يجب ان يتلمسها الجميع، لا. بدون زيف وبدون تلفيق وبدون يعني كيف ما قلنا جوزيف جوبلز يقول اكذب 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 حتى يصدقك الناس هذه الدعايه الالمانيه، اعتقد انها تعود احيانا على السنه بعض المتحدثين، نعم شكرا دكتور ميلاد الجمالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني غازي كنت معنا من بني غازي ومن طرابلس الشكر موصول إلى الدكتور سامي الأطرش الأكاديمي والباحث السياسي شكرا لكم اكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى القاضمي اهميه الحوار الجاد والفاعل للوصول الى مخرج للازمه التي تمر بها البلاد جاء ذلك خلال اجتماعهما في قصر السلام ببغداد حيث جرى التاكيد على ضروره تدعيم الجبهه الداخليه وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحه الوطنيه العليا التي تسهم في اخراج البلد من الازمه الراهنه وتواجه التحديات السياسيه والاقتصاديه والماليه وتستجيب للاستحقاقات المنتظره وترسخ الامن والاستقرار إثنتان وسبعون ساعة لإنهاء زمن الأحزاب الذي شهده الشارع العراقي منذ عام 2003 شرط فاجأ به الصدر جميع القوى السياسية لحل الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد سيد الصدر اراد ان يحرج القوى السياسيه لانهم انفسهم يعترفون باننا فشلنا لم نستطيع ان نقدم شيء للمجتمع واراد ان يحرج الشعب العراقي عسى وان ياتوا معه على الاقل بنسبه 20% بالتالي لم تكون الاحتجاجات او التظاهرات صدريه قحيه فقط وانما مجتمعيه شعبيه لكن انا ارى القوى السياسيه سترفض لكن لا حل الا بالحل هو حل البرلمان. هذا الامر ياتي في وقت يترقب فيه الجميع قرار المحكمه الاتحاديه للبت في طلب حل البرلمان العراقي وطبيعه القرار الذي سيصدر منها والذي قد يشكل منعطفا مهما في الخروج من الازمه السياسيه الحاليه او الذهاب بها نحو التصعيد. اذا استطاعت المحكمه الاتحاديه ان تبت بما يعرف بالخروقات الدستوريه بطريقه تساهم في حل حالة الأزمة من الممكن أن يكون هنالك نتائج حقيقية علاجية في المرحلة القادمة وما زال البعض يعول على إيجاد فرصة نحو طريق للمفاوضات وجمع الفرقاء على طاولة الحوار يأمل الشارع العراقي أن لا يخرج الصراع الدائر عن مساره السياسي في وقت يترقب إنجاز الورقة السياسية في البلاد لغرض تلبية احتياجاته الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية محمد فاضل الغد بغداد ينضم إلينا من بغداد زياد العرار الكاتب والباحث السياسي سيد زياد منذ بداية الأزمة والرئيس العراقي ورئيس الوزراء يدعوان إلى الحوار ولا توجد استجابه جماعيه لهذه الدعوه لماذا تكرارها بشكل دائم شكرا جزيلا، المشهد في العراق معقد، الخلاف ما بين الاطار والتيار وصل الى مرحله وسقف عالي جدا في عمليه الذهاب بمشهد جديد، مشهد يريد التيار الصدري ان يعيد معالجته واصلاحه باتجاه عمليه اصلاح، ومشهد يريد به الاطار ان يبقى على عمليه التوافق على اعتبار ان الوقت لم يحن للذهاب الى اغلبيه سياسيه بحسب راي الاطار. الرئاسات الثلاث في موقف محرج، الرئيس الكاظمي طرح مبادره، الرئيس صالح لم يستطع ان يطرح مبادره بشكل مباشر مع انه كان يعد لمبادره منذ حوالي اسبوعين. فيبدو انه ذهب باتجاه رئيس الوزراء لانه اقرب الى الطرفين على اعتبار انه التيار الصدري يعتبر بان السيد برهم صالح ضمن الاطار، لانه مؤيد من الاطار، وبالتالي كل المبادرات التي تطرح لحد هذه اللحظه هي يعني شبه مبادرات هي عملية حوار دعوة إلى حوار دعوة إلى جلوس لم تطرح مبادرة حقيقية ما بين الطرفين أو من أحد الطرفين أو من طرف ثالث حتى الأمم المتحدة لم تتمكن من طرح مبادرة حقيقية لأن هو وفجوة الخلاف ما بين الطرفين كبيرة على امل ان تكون المبادره التي اطلقها رئيس الوزراء ودعمها رئيس الجمهوريه قريبه من المبادره المتوقعه ان يطلقها السيدنا جرفان برزاني والحاج هذا العامري مم. حتى تتوحد بمبادره واحده قد تلبي مطالب التيار الصدري وتكون حافظه لمطالب الاطار للذهاب الى مشهد جديد وهذا ليس سهلا، التعقيد لا. في المشهد العراقي اكبر مما نتحدث عنه من قضيه راي وتوافق على راي اخر. طيب. الطيار الصدري في آخر ما نادى به نادى بعراق جديد خالي من الطائفية والمحاصصة ومن الفساد ومن السلاح ومن الاحتلال هل هذه أحلام أم أهداف وضعها الطيار ليحققها مشروع الاصلاح اللي اطلق التيار الصدري واعلن بانه ان لم يتمكن من تحقيقه سيذهب الى المعارضه او ينسحب هو يسير به مع انسحابه من البرلمان يريد ان يعالج الموقف الحالي في العراق وليس التيار الصدري فقط هناك اطراف سياسيه اخرى تتفق مع التيار الصدري هناك رغبه شعبيه كبيره تتفق مع التيار الصدري لكنها لا تعلن عن ذلك لانها لديها حاجز مع كل القوى السياسيه حتى التيار الصدري لا. اتحدث عن الجمهور طبعا لكن هذه ليست رغبات وليست اماني هذه فقرات وضعها التيار الصدري عن قناعه تامه بحسب المعطيات وقراءتنا للمشهد السياسي ولخطوات التيار المتتبعه، يعني تراتبيه خطوات التيار تقول بانه يسير باتجاه تحقيق هذه الاهداف واعتبرها اهداف عليا، يعني ان ياتي بنصفها، ان ياتي باكثر من النصف، لكن م. هو مستمر بالذهاب الها، لذلك هو لا يقبل بالرجوع الى العمليه السياسيه، وتخلى عن منصبه الاول كفائز كتله اكبر ب 73 م. مقعد، لانه لم يتمكن من تحقيق هذه المطالب، إذن هي ليست احلام بقدر ما هي ثوابت وضعها التيار الصدري نفسه في هذه المرحله وقد تكون لمراحل مقبله مع طول الازمه وعدم وجود حلول واضحه حتى الان بدا حديث حتى في بعض الكتابات العراقيه بان هذا الصراع هو صراع شيعي شيعي فقط هو صراع شيعي شيعي من حيث السياسه والسلطه يعني من حيث تطبيق الية تشكيل الحكومه، لكن هو في الحقيقه يعني اصبح صراع ما بين القوى المطالبه بعمليه الاصلاح، التيار الصدري ومن يؤيده ومن ينضم معه ومن كان معه ولا زال معه، يعني هناك القوى الكرديه الديمقراطي الكردستاني وتحالف السياده كانوا مع التيار الصدري، بل ما زالوا مع يعني تاييد الفكره، وان حصلت بعض المواقف يعني في المرحله الاخيره، لكن هي الفكره بعمليه الاصلاح المشكلة ما بين الإصلاح وما بين الإبقاء على الوضع الحالي يعني ما بين الراديكالية في الأحزاب القديمة التي سادت في المشهد وما بين الرؤية الجديدة التي طرحها التيار الصدري مم. مع أن التيار الصدري كان شريك لهذه القوى لكنه كان شريكا نسبيا مرة ينسحب مرة يبقى يحاول الإصلاح إلى أن وصل إلى هذه المرحلة أعلن برنامجه للإصلاح وبالتالي هي عملية خلاف ما بين رؤية إصلاحية وما بين رؤية راديكالية وليس خلاف شيعي شيعي في الأيديولوجية وإنما نعم هو الخلاف الآن واضح بين الإطار والتيار وكلاهما من البيت الشيعي السياسي ما الذي يملكه الطيار حتى يحرك هذه الأزمة في صالحه بخلاف التظاهرات والاعتصامات يعني هو ذهب الى المحكمه الاتحاديه بانتظار قرار المحكمه الاتحاديه القواعد الجماهيريه مؤيده للتيار هو ذهب باتجاه المعارضه المعارضه خارج اطار الحكومه وخارج اطار البرلمان حتى لا يحرج الاصدقاء والشركاء من القوى السياسيه او المتعاطفين معه هو يعتمد على تطبيق كل اليات الديمقراطيه تظاهر اعتصام توسيع مراحل الاعتصام هو كل شيء، لا اعتقد بانه يمتلك ورقه واحده فقط، هو يمتلك اكثر من ورقه، في ظل وضع سياسي متردي لم ياتي بجديد، وبالتالي الكره ما زالت في ملعب الاطار، قد يطرح مبادره، قد تقبل مبادرات اخرى، قد تكون هناك رؤيه في الساعات المقبله، الساعات المقبله يعني فيها اهميه وحرج كبير لكل القوى السياسيه والمشهد العراقي. نعم، لانه هناك ايضا من ذهب بان الاطار يمكن ان يقبل بالحد الادنى وهو انتخابات مبكره وقد تاتي بنفس نتيجه الانتخابات السابقه الانتخابات برؤيه التيار تختلف عن رؤيه الاطار لا يجب ان تكون الانتخابات المقبله بنفس مخرجات الانتخابات الحاليه، يجب ان توضع صيغه، اولا يجب ان يتم الاتفاق على حل البرلمان، يجب ان يتم تحديد موعد للانتخابات ومن ثم يذهب الى اليه اداره الانتخابات واداره الدوله في المرحله المقبله لحين اجراء الانتخابات ومن ثم يكون هناك عقد لعمليه القبول بنتائج الانتخابات، من هو من هي الكتله الفائزه الاكبر، كيف تشكل الحكومه، شكل الائتلافات، يجب ان توضح هذه الفقرات وان كان بعضها دستوري لنزع اللبس عنها حتى تذهب القوى السياسية الفائز يستطيع ان يشكل الحكومه سواء كانت التيار الاطار قوى اخرى ائتلاف اخر هذه كلها تحدد عندما يعلن التيار الاطار قبوله بموعد للانتخابات المقبله ولحل البرلمان أستاذ زياد العرار الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من بغداد شكرا لك حصاد اليوم مستمر معكم من قناة الغد وتشاهدون بعد الفاصل جونسون يحذر البريطانيين من ارتفاع كبير في اسعار الطاقه. اهلا بكم من جديد في الحصاد وهذا تذكير باهم العناوين. بوتفليفا يتعهد بإجراء الانتخابات قريبا في ليبيا وبشأغا يتهمه بتمويل الميليشيات صالح والقادمي يشددان على أهمية الحوار لحل الأزمة السياسية في العراق إسرائيل تطالب الإدارة الأمريكية بوضع التهديد العسكري على طاولة المفاوضات النووية مع إيران أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية لبيد أن, أن الجيش الإسرائيلي والموساد تلقيا تعليمات من الحكومة للاستعداد والجاهزية للحفاظ على أمن إسرائيل في مواجهة أي تهديدات من إيران وطلب لابيد الإدارة الأمريكية بفرض القوة العسكرية على طهران عندما تتضارب المصالح تحدث الخلافات هو عنوان تعامل الدول مع الملف النووي الايراني الذي لا تزال تتقاضفه طاولات الاجتماعات كعادته يصدر رئيس الوزراء الاسرائيلي ايرلبيد التصريحات المتصاعده والمحدره من نص الاتفاق النووي المقترح واشار الى انه طالب واشنطن بتهديد ايران بالقوه العسكريه قبل العوده للاتفاق معترفا ان بلاده تسعى لعرقله اعاده التوقيع على الاتفاق النووي، ويرى محللون ان اسرائيل تعرقل الاتفاق خشيه رفع العقوبات عن ايران وتحويل الاموال المفرج عنها للمجموعات التي تعمل عن ايران بالوكاله في لبنان وسوريا وتهدد امنها، كما تخشى الدول الغربيه من الاموال المفرج عنها في تمويل روسيا بالمزيد من الطائرات من دون طيار والتي تستخدمها في الحرب الاوكرانيه. وقالت وسائل اعلام امريكيه ان جو بايدن يسعى لتحقيق توازن صعب حيث يحاول استعاده الاتفاق النووي مع طمانه الحلفاء بان واشنطن لا تزال بامكانها ردع طهران مشيره الى ان المواجهات بين قوات ايرانيه والقوات الامريكيه في سوريا تستخدم لاستعراض قوه كل دوله وتستخدم كورقه ضغط ايضا في التوصل لاتفاق بالملف النووي وتظل نقطة الخلاف الأساسية حتى الآن هي قلق إيران من انسحاب الإدارة الأمريكية مرة أخرى مستقبلا من الاتفاق كما فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والعودة لفرض العقوبات، لذلك طلب المسؤولون الإيرانيون وضع فترة خمس سنوات مقبلة لن تتمكن خلالها واشنطن من إعادة فرض العقوبات. ينضم الينا من الناصره نظير مجلي الخبير في الشؤون الاسرائيليه، سيد نظير لماذا تبدو اسرائيل خائفه من التوقيع على الاتفاق النووي؟ مساء الخير لك وللاخوه المشاهدين والمشاهدات هذا الخوف مبرر يعني في اسرائيل قراوا الاتفاق النووي ويراقبون كيف تقوم القياده الايرانيه بالتحايل في كثير من الاحيان ولذلك هم ضد هذا الاتفاق وليس ضد الاتفاق بدون اي سبب وليس بشكل كامل انما يقولون انهم يريدون ان يكون هناك اتفاقا جيدا ويحاولون من خلال الضغط والموقع الصوت الذي اخذوه لانفسهم في ان يكون هذا الاتفاق افضل مع علمهم انه لن يكون بالشكل الذي ترضى عنه اسرائيل ولكن ايضا في اسرائيل يوجد راي انه مفضل الاتفاق عن عدم وجود اتفاق ولكن يريدون ايضا ان يكونوا احرار في اتخاذ المواقف فيما بعد في كل ما يتعلق في العمليات التي تقوم بها اسرائيل داخل ايران او ضد المصالح الايرانيه في الايرانيه في المنطقه ولكن في المقابل ياتي رد من واشنطن بان عدم الوصول إلى اتفاق في هذا التوقيت يتيح لإيران الوقت للاستمرار في الاقتراب من السلاح النووي نعم هذا نقاش قائم منذ فترة طويلة بين إسرائيل وبين الإدارة الأمريكية ليس كل النقاشات تنم عن خلافات وليس كل الخلافات تؤدي إلى أزمة بين الطرفين هنالك تفاهمات وتنسيق جدي بين الولايات المتحدة وإسرائيل لأول مرة في هذا الموضوع منذ ان ترك بنيامين نتنياهو الحكم، وهذا التنسيق مبني على ان تعلن اسرائيل موقفها علنا وهو ليس جديدا بالمناسبه، كل ما يقولونه ليس جديدا، ربما هنالك شيء جديد انهم فوجئوا بان الاتفاق المقترح الان هو نفس الاتفاق الذي وقع في سنه 2015 تقريبا ولا ياخذ في عين الاعتبار الفتره التي استغلتها ايران عندما انسحبت الولايات المتحده من الاتفاق. لا. ومع ذلك لا. الخلاف بالأساس هو مبني على إمكانية فتح الباب أمام إسرائيل لكي تقوم بإجراء عقوبات لإيران أو تواصل سياستها في اتجاه إيران خصوصا وأن هنالك مشكلة جدية لا يتطرق لها الاتفاق بالمرة وهي قضية المشروع الإيراني للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط والذي من خلاله تقوم بتمويل ودعم وتشجيع وتزويد أسلحة لعدد من المشيات المسلحه في المنطقه وهد... وإنتاج انتاج اسلحه جديده مثل الطائرات المسيره بالغه الخطوره والتي اصبحت تهديدا امنيا استراتيجيا لجميع دول المنطقه وليس فقط لاسرائيل وهذا الامر يحتاج الى اهتمام خاص وتحاول اسرائيل ان تكسب من الولايات المتحده دعما في هذا المجال فضلا عن قضيه الخيار العسكري يقولون في اسرائيل لن توقع ايران على الاتفاق إلا إذا كانت تعرضت لتهديد عسكري حقيقي هكذا حصل في سنة 2015 عندما قام الرئيس أوباما في عيني بعدد من الخطوات العسكرية وقام بتحريك قوات وانتبهت إيران لهذا الأمر ويقولون أن الضغط الاقتصادي والعقوبات والضغط السياسي لن يحلحل ولن يزحزح إيران عن موقفها ابدا، فقط التهديد العسكري نعم. على ان يكون ذلك تهديدا جديا وجادا ومقنعا لايران ولكن اين القوى العسكريه التي دائما تتباهى اسرائيل منها انها يمكن ان تخوض حرب في سته جبهات، انها تستطيع ان تدمر الجنوب اللبناني، تستطيع ان تصل الى داخل يعني كل هذه الكلمات التي تخرج من قاده اسرائيل لماذا تبدو وكأنها لا تستطيع أن تتصرف بعيدا عن الولايات المتحدة أولا لأن هناك اعتراف حقيقي من كبار جنرالات إسرائيل أن إسرائيل وحدها لن تستطيع أن تقضي على جميع النشاطات النووية الإيرانية فهي موجودة بعملية انتشار واسعة على الأراضي الإيرانية قسم منها موجود تحت الارض بعشرات الامتار ولن تستطيع ان تصل اليها الا بواسطه مثلا القنبله الذكيه التي حتى الان ترفض الولايات المتحده بيعها لاسرائيل وتقول ايضا انها هي من جهتها تكتفي فيما تفعله اليوم هي تغتال حسب ما ينشر في الاعلام الاجنبي تغتال عددا كبيرا من القاده العسكريين ومن العلماء المرتبطين في موضوع النووي ف وهي تريد ان وتسرق طبعا الارشيف ولديها نفوذ وجواسيس في داخل ايران واثبتت ان لديها قدرات جديه في هذا المجال ولكن تخشى ان تقوم ايران باتخاذ قرار جدي في الرد عليه حتى الان كما نلاحظ أي ايران لم ترد على اسرائيل في اي عمليه جديه وبشكل جدي هي ترد في السايبر في حرب السايبر وهي ليست سهله وهي ليست بسيطه ولكن لا يكفي، تعتقد اسرائيل انه في اللحظه التي تقرر فيها ايران ان تضرب اسرائيل عن طريق حزب الله او الجهاد الاسلامي او ميليشيات موجوده في سوريا وموجوده في العراق وموجوده في اليمن، عندما تتحرك بهذا الاتجاه هذا بالنسبه لاسرائيل وضع خطر وتريد ايضا مسانده الولايات المتحده فيه. اما فيما يتعلق بهجوم في مباشر على ايران واضح ان اسرائيل لا تستطيع من دون الولايات المتحده ولذلك الفرق بين حكومة إسرائيل الحالية والحكومة التي كانت بقيادة نتنياهو أن إسرائيل مقتنعة بضرورة التنسيق مع الولايات المتحدة وعدم إغضاب الولايات المتحدة وفي الأسبوع الماضي غضبت الولايات المتحدة من إسرائيل ورفض بايدن أن يتكلم مع لبيد والسبب في ذلك أنهم بدأوا يسربون تصريحات فيها اتهام للولايات المتحدة بأن خدعتهم وخدرتهم فبايدن غضب من هذا الكلام ولذلك رأينا اليوم تصريحات واضحه لا. وصريحه وخصيصا اجراها لابيد، قدمها لابيد وقال فيها انه ملتزم في مع الولايات المتحده، هو ليس اي ضد اي اتفاق ومع اتفاق يكون افضل ولكن الخيار العسكري هو الاهم وقام جنرالات اسرائيل وايضا وايضا لا يوجد مسؤول امريكي منذ ان ظهرت اسرائيل الا ويؤكد بانه امن اسرائيل هو مسؤوليه الولايات المتحده وباختلاف التعبيرات ولكن ستبقى اسرائيل مسؤوله امنيا من الولايات المتحده فلماذا كل هذا القلق هذا بشرط ان تقوم اسرائيل بابلاغ الولايات المتحده بالخطوات التي تتقوم بها في اسرائيل يعني في زمن نتنياهو كان لديه استعداد ان لا يبلغ حكومه اداره اوباما في عدد من الامور وحصل ان قام بعده اجراءات وخطوات وعمليات من دون ان تعرف بها الولايات المتحده او عرفت بها بوقت متاخر وهذا ما تعهد يئير لبيد وقبله نفتالي بنت بان لا يحدث مره اخرى وعلى هذا نتنياهو يهاجم بنت ولبيت بشكل صريح يقول انهم التزموا بان يبلغوا الولايات المتحده بكل الاجراءات التي سنقوم بها. الولايات المتحده كما هو معروف اذا قامت اسرائيل بطرح فكره لهجوم معين وهي رفضت ان تقوم به اسرائيل لن تستطيع اسرائيل ان تخالف الولايات المتحده. في نهايه المطاف اسرائيل هي التابعه للولايات المتحده وليس العكس. وهذا الامر هو الذي يجعل الاسرائيليين بحاجه الى التنسيق الكامل. مع الولايات المتحدة وإبلاغها قبل أي عمل يكون به كي يحظوا فيما بعد بدعم أمريكي له شكرا السيد نظير مجلي الخبير في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا من الناصرة اعترف رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولاية بور جونسون بأن فواتير الطاقة ستكون مروعة في الشتاء وألقى جونسون باللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تفاقم الأزمة بسبب الحرب على أوكرانيا مما أثار مخاوف أسواق الطاقة وأشار إلى أن الحرب هي التي ترفع التكلفة على المستهلكين البريطانيين أشهر قاسية ستمر على المملكة المتحدة لكنها ستخرج أقوى من ذي قبل وستكون أكثر ازدهارا ونجاحا بهذه الكلمات افتتح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مقالته التي نشرتها صحيفة الديلي ميل معتبرا أن حكومته الحالية لديها خطط لتقديم مساعدات مالية لدعم الأسر البريطانية وأن الحكومة القادمة ستمضي قدما في تلك الخطط رئيس الوزراء البريطاني اعتبر ان الهجوم الروسي على اوكرانيا هو السبب الوحيد في ارتفاع اسعار الطاقه والغذاء ليس فقط في بريطانيا بل في كل انحاء العالم حرب بوتين هي التي تكلف المستهلكين البريطانيين وهذا هو السبب في ان فاتوره الطاقه الخاصه بنا تتضاعف واخشى ان يعرف بوتين ذلك فهو يحب ذلك جونسون أشار في مقالته إلى أنه على الرغم من الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد البريطاني خلال جائحة كورونا إلا أن ذلك لم يؤثر على البلاد وقد خرجت من الأزمة قوية. لكنه اتهم الرئيس الروسي بمحاولة زعزعة استقرار القارة الأوروبية واستغلال حاجتها لموارد الطاقة من أجل تحقيق طموحاته. باعتقاده انه قادر على جعل القاده الاوروبيين يتوسلون اليه من اجل استمرار تدفق الغاز في الشتاء. جونسون اكد على ان روسيا لن تحقق اهدافها في اوكرانيا وان بلاده ستواصل تقديم الدعم لها مهما طالت الحرب ومهما بلغت التكاليف وبغض النظر عن الحكومه التي ستصل الى بريطانيا. ينضم الينا من لندن عبر سكايب دكتور صادق الهجابي مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصاديه. دكتور صادق يفهم في اوروبا سبب ارتفاع اسعار الغاز بسبب نسبه الاستيراد الكبيره من الغاز والنفط الروسي. بريطانيا هي الاقل اوروبيا في استيراد الغاز والنفط الروسي ما يوازي 4%. فلماذا كل هذا الارتفاع؟ نعم تحيه لكم. صحيح اننا نستورد كميات اقل بكثير ولكن مؤشر الغاز العالمي هو مؤشر واحد ونحن ايضا نستورد من النرويج كميات كبيره والنرويج ايضا هي تعتبر من ضمن الاتحاد الاوروبي وبالتالي الكميات التي تاتي من النرويج قد تكون اقل من سابقاتها لان قسم منها يذهب الى دول الاتحاد الاوروبي. ايضا لدينا مشكله في مخزونات الغاز، مخزونات الغاز لدينا أو يعني السعة التخزينية للغاز ليست كبيرة كما هي في الدول الأوروبية الأخرى وبالتالي الكثير من السفن التي تصل إلينا محملة بالغاز قسم منها يعود مع كميات من الغاز لأن المخازن تكون ممتلئة وبالتالي نحتاج إلى بنية تحتية أكبر لاستيعاب هذه الكميات وأيضا شركات الطاقة لدينا بسبب الأزمة المالية أيام الجائحة قسم منها أعلن إفلاسه وقسم منها اشترته شركات أخرى وبالتالي سوق الطاقة بدأ فيه اللاعبون أقل وهم الآن يحتكرون هذا السوق تقريبا ويعملون على رفع الأسعار وبالتالي هذا كله يلقي ثقله على المواطن ولكن لماذا الزيادة بنسبة تقارب الثمانين بالمئة وتوجد بدائل لدى إنجلترا ويوجد إنتاج محلي في حين أن في ألمانيا التي تستورد ما يقرب من خمسين بالمئة من النفط والغاز من احتياجاتها من روسيا لم تصل الزيادة الى هذه الأرقام صحيح نحن لدينا نسبة تضخم أعلى من كل الدول الأوروبية يمكن أعلى من كل دول العالم حتى لدينا أيضا ضريبة قيمة مضافة مرتفعة ما يسمى الفي تي هذه أيضا ترهق كاهل المواطنين يعني ليست الكلفة هي فقط من من تسبب في رفع الاسعار وانما الضريبه التي تفرض على هذه الكميات من الطاقه هي ترهق الشركات والشركات تحملها للمواطنين لذلك هناك مقترح الان بان يتم الغاء هذه الضريبه او تجميدها لفتره محدده وبالتالي قد يقل قرابه 15 الى 20% من الكلفه على الشركات وبالتالي تقللها على المواطنين هذا عامل والعامل الاخر كما ذكرت لكم عامل الاحتكار الان لا. وهناك مطالبات بان يتم رفع هذا الاحتكار عن هذه الشركات المحدوده التي تتحكم بالسوق السيد جونسون عرض المشكله وعرض الاسباب ولم يعرض اي حلول يعني الحلول ليست بمقدور جونسون لانه الان في يعتبر من التاريخ الان هناك في اقصد الحزب صحيح الحزب الآن ينتظر اختيار إما ليزا تراس أو ريشي سوناك لنعرف أي الوجهة سوف يتم اتخاذها لأن كلاهما يختلف في وجهة النظر ريشي سوناك يريد خفض الضرائب ليزا تراس تريد اتباع طريق آخر ولذلك هو لا يريد أن يتدخل في هذا الأمر حتى لا يحسب بأنه مؤيد لسياسة شخص على شخص آخر في هذه النقطة السيد ريتش سوناك لديه الخبرة الاقتصادية ويتحدث حول هذه المشكلة في حين عندما تواجه السيدة ليسترس بهذه المشاكل الاقتصادية الخبراء يؤكدون بأنها بعيدة عن فهم العديد من المشاكل الاقتصادية صحيح من هذه الناحية وهي متفوقة عليه صحيح لأن لأنهم ينظرون إلى نواحي أخرى ليس فقط الجانب الاقتصادي لها علاقات خارجية لها قدرة على إدارة ملفات أخرى لكن ريشي سوناك صحيح لديه ألباع طويل في إدارة هذا الملف وقد يختلفون بعض أعضاء الحزب في سياسة خفض الضرائب هذه أيضا قد تكون نقطة سلبية على السيد سوناك ويؤيدون مثلا سياسة ليزتراس تراس لكن بالمجمل صحيح هناك تأييد كبير بالملف الاقتصادي. لوزير الخزانه السابق لانه تعامل مع هذه الملفات تعامل مع جائحه كورونا بشكل افضل ولو ان البعض يعتقد انه ايضا احد الاسباب لانه بذخ وصرف بشكل كبير في خلال جائحه كورونا وحمل الاقتصاد البريطاني تبعات كبيره في حين يرى البعض الاخر بانه انقذ الاقتصاد البريطاني خلال الجائحه لذلك هناك وجهات نظر مختلفه حول سياسه ريتشوسونك هل بالفعل زيادة الثمانين في المئة قابلة للزيادة بعد ثلاثة أشهر من تطبيقها؟ هناك مراجعة كل ثلاثة أشهر تتم لسقف الأسعار الطاقة وبالفعل قد يكون هناك ارتفاع الآن السقف لشهر أكتوبر هو قرابة ثلاثة ألاف وخمسمائة وتسعة جنيه استرليني سيرتفع هذا السقف حسب التوقعات لأن الكميات تكون محدودة والطلب في فصل الشتاء سيزيد، سترتفع الى مقدار 5300 جنيه في شهر يناير، وقد ترتفع ايضا الى ضعف هذا الرقم او اقل بقليل الى 7000 جنيه استرليني في شهر مايو او ابريل، لذلك التضخم سيكون اعلى بكثير، الاحصائيات تقول ان هناك تضخم يصل الى 18.6% في شهر يناير، ولكن اعتقد انه اذا استمر هذا الارتفاع باسعار الطاقه قد تتجاوز ال 21% نسبه تضخم وهي جدا كبيره في شهر ابريل القادم. شكرا دكتور صادق الركابي مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصاديه كنت معنا من لندن. ختام حصاد اليوم من قناه الغد في القاهره نذكركم باهم العناوين. الدبيبة يتعهد بإجراء الانتخابات قريبا في ليبيا وبشأغا يتهم بتمويل الميليشيات صالح والكاظمي يشددان على اهميه الحوار لحل الازمه السياسيه في العراق. اسرائيل تطالب الاداره الامريكيه بوضع التهديد العسكري على طاوله المفاوضات النوويه مع ايران. تا حصاد اليوم من قناه الغد الى اللقاء.